السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفرة كورونا تقاوم اللقاحات وتزيد من فرص العدوى. توصل بحث جديد إلى أن طفرة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا تشكل خطر كبير لإعادة العدوى، ويمكن أن تتغلب على اللقاحات وفق التقرير ديلي ميل البريطانية. فإن السلالات المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تحتوي جميعها على طفرات في بروتين، والذي يمكن الفيروس من الالتصاق بالخلايا البشرية، وبالتالي يلعب دور رئيسي في زيادة فرص العدوى. وأوضحت الدراسة أن هناك طفرة واحدة على وجه الخصوص توجد في المتغيرات في جنوب أفريقيا والبرازيل، والتي تثير قلق الخبراء بشأن هروب المناعة. واختبر الباحثون في جنوب أفريقيا المتغير الموجود هناك ضد بلازما الدم من مرضى كورونا المتعافين، ووجدوا أنه مقاوم للتحييد الأجسام المضادة المتكونة من عدوى سابقة، مما يعني أنه يمكن أيضاً أن يتحدى المناعة التي يوفرها المتغير الجديد من إعادة الإصابة بالعدوى. وقال الباحثون أن السلالة الجديدة التي تحتوي على 9 طفرات طفرة وظهرت سريعاً في جنوب أفريقيا خلال النصف الثاني من 2020 مقاومة إلى حد كبير للأجسام المضادة المعدلة التي نتجت عن العدوى بالسلالات المنتشرة سابقاً. شكرا ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.